ابراجكم وحظوظكم وشو مخبي لكم الفلك. نجله اباني رح تخبرنا. يسعد صباحك يا نجله. صباح الخير يا مدام. يا نور، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا رب. اشتقنا لك. هاي يا ورد، يسعد اوقاتكم، تضلوا بخير. اليوم 5 ايلول، يعني 5/9/8 للجميع بالخير. كواكبنا ما زالت في اماكنها، ما زال عطارد متقدما في برج الميزان، هو كوكب السفر والاوراق. كمان الزهره للحب والعواطف كمان تتقدم في برج الميزان. هاي الكوكبين عم تعمل جزء بقى من سعاده او راحه نفس لمولود الجوزاء، لمولود الميزان اكيد، لمولود برج الدلو، اضافه الى مولود برج الحوت القوس. هدول الاشخاص، وبالضروره طبعا برج الاسد وبرج العذراء، يعني الامور افضل. بس لسه عامله جزء من متاعب للجدي والحمل، مع انه انا بشوف الامور باشرت قليل من التحسن، بس يعني لسه الامور مو مثل ما هن بدهم العشره 15 يعني لتكون الامور شوي افضل. اول اخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي مشغول اليوم بالامور الدبلوماسيه. والحياه وضعك الفلكي يجعلك تسامح حتى من اذاك اليوم. يوم جيد فيه احساس بالاستقلاليه، فيه استقرار، فيه نوع من انواع الامكانيات للتقدم، عم تنشغل بامور في امل يرافقك او اجواء مشجعه، او عم تقبل الراي الاخر، يعني بالمجمل هي الايام جيده. أنت تختصر المسافات. مولود برج الثور، أنت اللي مو كتير مرتاح اليوم، متعب الحياة، في شيء يعني له علاقة بمشاكل عائلية، نوع من أنواع العناد المفاجئ. وقت نبني منخاف على ما نبنيه، هاي الأيام عندك هذا النوع من أنواع الخوف على قصة مهنية، على قصة شخصية. إذا أردت نصيحتي طبعاً أنت أصلاً ما بتقبل نصايح ولا بتسمعها ولا بتقبلها، بس إذا أردت نصيحتي، حاول إنك ما تدخل نقاش اليوم ما في منه كتير جدوى. ما تحمل الأمور أكثر مما تحتمل، استنانا لبكرة مثلا. عزيزنا مولود برج الجوزاء، اليوم عم تشوف إيجابيات وضعك، والآخرين كمان عم بيشوفوا إيجابيات وضعك. يوم قادر تتغلب على أغلب المعوقات اللي حواليك، تنهي مشاكلك، مسؤولية، قوة قرار، نوع من أنواع الثبات، الحزم، السفر، اللقاءات، العلاقات. كفاءتك اليوم عم بتخليك مزدهر وسعيد عموما. مولود برج السرطان، غالبا نقاشاتك مالية، وغالبا بتراجع المشتري في برج الدلو، إضافة إلى تراجع زحل أيضا في برج الدلو، عم بيخلي أمورك المالية ما كتير الأريح. الصرف عم بيكون أكثر مما يجب. مولود برج السرطان، حاول تحسب مصروفك ودخلك، لأنه الأمور المالية غالبا هي مصدر الاهتمام اليوم. في عندك مسؤوليات، كأنك أميل اليوم للرفاهية. اليوم يوم جيد لعزيزنا مولود برج الأسد، عنده فئة بكير، عنده نوع من أنواع التأجيل لبعض الأمور، بس أنت اللي عم بتأجله، ما عندك فيها مشكلة، بالعكس تتمتع بجاذبية حواليك، تعاطف ثم تعاطف. في عندك يمكن مصالحات أو حتى تعارف أو دعوة، هو هاي الأيام للمة شمل لعزيزنا مولود برج الأسد حوالي ناس هو بيحبهم، سواء أصدقاء، سواء عائلة أو أهل. علاقاتك بالآخرين هي مصدر سعادة اليوم. الأمور لعزيزنا مولود برج العذراء ضمن إطار الجيد. هلأ كلما تقدم النهار كلما أموركم أفضل. بالنهار ممكن يكون عندك نوع من أنواع الكسل، ضيقة الخلق، كسر الخاطر عم تفكر فيه، هو نوع من أنواع النميمة عموماً، وبامتياز عصبي أو قلقان يمكن شوي مولود برج العذراء. خذ مني نصيحة، اليوم يوم فيه قيل أو قال، فما كتير تجادل. فرصة للتعارف لمولود برج الميزان أو لاستعادة علاقات سابقة. شعبيتك عم تزداد، دعوة، إعجاب، أجواء إيجابية، أصدقاء أنت بتحبهم، يمكن نوع من أنواع التصالح، في عواطف جميلة حواليك، وأنت بالفترة الأفضل مولود برج الميزان للحركة، للتشويق، لزيارات مثلاً، اتصالات مثلاً. مولود العقرب، عم بتفاقم الخلافات فقط لأنك عصبي أو عنيد، معنا كتير مرتاح. حاول تتحفظ بردود أفعالك، ابتعد عن النزاعات او نوع من انواع هيك الصدامات. وانا بشوف انه حتى صداماتك اليوم مولود برج العقرب لست تقصدها، يعني ازعاجات بسبب شخص مثلا
ما كتير بيفهم بشغلك، حدا عم بيضايقك مثلا، انت عندك احساس انك عم بتراوح مكانك كانه ما في شيء جديد، الامور ما رح تضل هيك، بالعكس الامور بالايام اللي جاي ايجابيه. عم تناقش امورك عزيزنا مولود برج القوس بطريقه العلاقه بحده الذكاء، يوم فيه هيك قصص العلاقه باطراف علاقاتك، عم تجمع علاقاتك، في دقه باتخاذ القرارات، في طاقه ايجابيه اليوم عند القوس، والاهم أنك تبتعد عن الردود العصبية وترتب أمورك، تستحضر اللطف الموجود فيك إذا بدك، لأنه هاي الأيام أيام بالمجمل إيجابية وجيدة. عزيزنا مولود برج الجدي، اليوم الأمور أفضل بكتير من كم يوم اللي راحوا، من امبارح في نوع من أنواع الأمان، الاطمئنان، المساعدات، الهدوء، الاستقرار. يمكن هلا هالثلاث أربع أيام أنا بعتبرهم حلوين، لحتى هيك بلكي بتصل لعشرة تكون ما عندك شيء سيء، باعتبار ابتداء من عشرة في شيء بده يتغير باتجاه الأفضل. اليوم شخص مرح مولود برج الجدي، والمديح يفرحك والاستقرار يهدئ خاطرك. مولود برج الدلو، أنت اللي اليوم مو كتير مرتاح، غالبا تأجيل، تأخير، تسويف، قصص العلاقة بنزاعات، المشكلة إنه مع ناس أنت بتحبهم، ولذلك أنا ما بتمنى أبداً أنك تصطدم اليوم مع ناس بتحبهم، حاول تتطلع لإيجابيات الأمور، دائماً في شيء إيجابي وفي شيء سلبي، بالأيام السيئة منصير منشوف السلبيات أكثر مما منشوف الإيجابيات. اليوم طبعاً ما تكون سريع الغضب أو ما تكون عصبي، ولو في شيء تأجل قول الصبر خير، واللي ما بيصير اليوم بيصير بكرة. 100,000 قصة شاغلته العزيز ده مولود برج الحوت، إذا بدك نصيحتي الجدية، حط جدول لإنهاء مهامك. يوم يعني كأنك عم تصل على البيت بتأخر، كأنك عم بتداوم عن غيرك، كأنه في ضغط للعمل، لا طبيعي، يمكن بداية أسبوع جديد عموماً، أو في عندك شغل مأجله من يوم الخميس، آن أوان إنك تعمله اليوم، عم تشتغل بإحساسك كالآلة وبدون راحة، وهي قصة شوي عم بتضايقك. هلا أنا للصراحة بدي شوي تنتبه صحياً، غير شيء بيمرق عادي. خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود خمسة، صباحكم خيرات، شخص هادئ محتشم قليل العصبية، عامل من الطراز الأول، من جماعة اللي بيشتغلوا يسعى إلى عمله من مطلع الشمس إلى مغربها، مخلوق مثقف عموما، لا يستعجل نجاحه، بالصبر بيقول كل شيء بيزبط، يعطي ولا يأخذ، يفضل أن يأخذ سمعة جيدة، هو بهمه العمل وموقع العمل، يعني موقعه هو بالعمل أكثر من المردود اللي بيجيبه العمل، بهمه النوعية أكثر من الأمور المالية. طبعاً بالنتيجة ما حدا بيقدم خدماته بدون مقابل، بالأخير حتطلع الأمور مالية أكيد. يتصرف أكثر مما يقول، جدي وصريح وهادئ. سنة للتعارف بامتياز، لا تحكي، لا تناقش، سفر غالباً، مدح مثلاً، شكر، مساعدة معنوية مثلاً، أمنية قد تجد أنها محققة. أنا بعتبر الفترة الأفضل للزواج أو للسفر إذا وضعكم يسمح. رسائلكم أكيد على 18-45 بين أي موبايل داخل سوريا. روان عم تسألني عن أمورها، السنة القادمة سنة حظك يا روان، مع أنه حتى المتبقي من السنة جيد، يعني ابتداء هلأ من 11-12، أنا بظن 11-12 رح يكونوا حلوين بالنسبة لك، وغالباً للتغييرات إن شاء الله تكون تغييرات إيجابية وللجميع، ويسعد أوقاتكم وأوقاتك يا نجلة، يسعد صباحك. شكراً كثير لك يا مدام.